الله. طيب حالة اللعيبة ايه؟ احمد عبد القادر واحد من اللعيبة المهمة جدا جدا، واصابته الفترة اللي فاتت كانت قلقة الناس شوية، لانه مبدئيا لعيب بيمتلك حلول فردية هايلة، لعيب مهاري كويس، لعيب بقت عنده ثقة وخبرة ورجله في الملعب على طول، وعجون عنده الجرأة في التهديف في مباراة زي ديت، عنده سرعات انت محتاجه. عشان كده شفائه وانضمامه للتمرين كان خبر سر جدا، عشان كده مهم نسمع كلامه ونشوف انطباعاته. كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلنا مرحله صعبه جدا، مرحله بنراهن فيها على شخصيه لعيبه النادي الاهلي. احنا معانا في هذه الاثناء واحد من اللاعبين اللي يعني شخصيه النادي الاهلي، واحد من ابناء النادي الاهلي، تربى في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اجتهاد شغل اخلاص المهاره موجوده، واحد من اللعيبه اللي دايما بيظهر ورجل المباراه الكبرى، احمد عبد القادر. عبد القادر برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ومرحله صعبه جدا يا عبد القادر. خليني قبل ما اتكلم على مباراه صن داونز والقطن الكاميروني نطمن على عبد القادر ونقول لك الحمد لله على السلامه. عبد القادر حبيبي يا روح، انا اللي برحب بيك. والله انا زي ما بقول لك رجلي بقى لها 3 ايام او 4 ايام بحاول اتاهل بشكل قوي جدا عشان ابقى موجود بشكل سليم 100% على يوم المباراه ان شاء الله. بنحاول نستعد كلنا بشكل قوي، لان فعلا زي ما انت بتقول الماتش اللي جاي ما اعتقد ما فيش فيه نقاش غير انك تطلع بنتيجه ايجابيه، وهي المكسب ان شاء الله يعني. فاللعبة كلها مركزه من هنا من وقت ما سافرنا لغايه يوم المباراه ان شاء الله، واخدين الامور بجديه وان شاء الله نحاول نطلع بحاجه ايجابيه ان شاء الله من الماتش. عبد القادر اخلاص تركيز في الملعب في ال 90 دقيقه مهمه صعبه جدا. عبد القادر شخصيه النادي الاهلي، واحد من اللاعبين اللي تربى داخل بيت النادي الاهلي، عارف قيمه النادي الاهلي وقيمه اسعاد جماهير النادي الاهلي. اعتقد كلها امور جدا يعني بتفسر حاجات كتير جدا لعبد القادر في مشواره مع النادي الاهلي. والله زي ما انت قلت انا بقالي فعلا فتره كبيره جدا في النادي، يمكن فوق 13 سنه. عارف من صغري ان لما بندخل بطوله لازم نلعب عليها ايا كانت، سواء افريقيه او محليه او حتى بطوله وديه. فاعتقد ان البطوله دي يعني مش بطوله عاديه او بطوله ان هي ان احنا ما ناخدهاش بامور جديه. فاعتقد ان الماتش اللي جاي ده هو المفصل بتاع البطوله كلها، لازم على قد ما نقدر احنا نطلع بنتيجه كبيره من الماتش ده، لان اعتقد لا قدر الله اي نتيجه غير ايجابيه في الماتش ده تبقى امور صعبه جدا علينا يعني. يعني يعتبر دلوقتي من العناصر القديمه الجديده، القديمه الجديده يعني خد خبرات الصاعده القديمه يعني. لا هو خد خبرات ولعب كاس عالم الانديه قبل كده صحيح، واحرز اهداف، واصبح عنده من الخبرات انه يقدر يتعامل في مواقف صعبه ويقول رايه فيها. فلما بتستمع ان اللعيب مستوعب مسؤوليته، انت بتحس انه يعني ما هو ده المطلوب، ده المطلوب ان اللعيبه تستوعب تعمل اللي عليها بقى، التزموا في الملعب وربنا يوفقكم باذن الله. يعني كلمتين يبانوا بساط لكن مهمين جدا.